واش فايت ليك درتي شي كونت كاذب وبيضقتي صاحبك؟ المهم هذا السؤال هذا اخي سيمون نختمو به، وبغيت نعترف لك بواحد الحاجه واسمح لي بزاف. هذيك فاتي بلونش اللي كتهضر معايا ديما فهمتي، وتصيفط ليها في التعاب وكذا انت اخوان. السلام عليكم، وكنتمنى تكونوا كاملين بخير. سمحوا لنا في هاد لاشين اللي تنتعطلوا عليكم، الله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسبب داك مول اوميغا. الله ما نسمح له انا لا دنيا لا اخر شي، لا ما سمحتلوش انا والسيمو ما عنده فين يرقد. شتتنا باقي لحد الان اصاحبي، انت تدخل لي كومونتير والميساج يقول الله يسهل عليكم، دير لنا اوميغا انتم ماشي رجال، قطعتوا لنا اوميغا كنا مبلين بحال البوفه ولا عندهم اوميغا بوفه. واش تاع صفر اسكت. في فيديو اخر كنا قلنا لكم غنحطوا لكم واحد البوست في انستغرام ديال سي سيمو مع تبارك الله فهمتي، هو قرب لميسي. هو شوف انا ما كاين لا ميسي لا والو، انا يكون عندي 1000 ناس ويكون محبه ليهم بالنسبه لي حسين. كل شيء ناقص. واحد الليله بقى تيصوني الايمن، تيصوني الفاست، ولا يسال عليكم انا ما حطوش ستوري راني تيم. قلت لهم بروجو ولا صونيت الايمن صونيت الفاستا تقول لا نجبدهم. شوف انا ما تنكذب، صونيت الفاستا ايمن قلت لي شوف حطي انستغرام عندك ستوري باش يتزادوا الناس وصافي. ماشي الناس شنو قلت بتزاد الدريات، هادشي اللي قلت لهم تزاد الدريات. قبل ان يكون صريح ما علينا، هذا ماشي موضوعنا. حطيت لهم البوست، حطيت لكم بوست، جاو شي اسئله مزيانين. تبارك الله الخير البركه تبارك الله. قال لك مثلا واش فايت قايس لك انا النحاس؟ ما حتى واحد ما زعم ولا سبحان الله، قالوا هذاك الشيء اللي ديالي عليك نتايا. المهم بروجو ولا قبل ما نكملوا الفيديو ديروا لايك بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. المهم منها اننا عندي ديديكاس، ثاني حاجه نطاق راه لما مثلا ما شي واحد ما طلعش مثلا في الفيديو راه كان معاود، يعني السؤال معاود. فهمتوا شي وزه ولا فهمت؟ طلقت لك وحيد تليفوني هنايا. شلا يلا بيا ليا التليفون عندك ال14 تبارك الله. المهم خويا اصيل تحياتي ليك، قال لي يا واش فايت ليك جاوك لي غيغل. انا عنجاوب على هذا السؤال اخي جاتو. المهم المشكل عنده هو من 6 شهور بعد مره عام عنده شي خلل هرموني ولا شي تويشي. المهم اخويا اصيل في تبدل له المورال. شو مين تشوفوني كاع عرفوني راه دعوه حامضه عندي. مشتك اخي ماشي لا بخير والله بروش صايم معنا ناضي ناضي. واش البنات كيبولوا واقفين؟ شو عرفتي تسول الشخص المناسب؟ هاو صيفط لاختك نشوفها واش كي دير. ايوا باش نعرف ما يمكنش سيمو حق الرب. شوف قلت لك اجي عندي قبل المغرب فهمتي. صافي تعالي نلعب. واحد سولني قايل لي كيف غادي مع هذا رمضان بلا الوالده ديالك. المهم دعوه شويه قاصحه ما نكذبوش على الله. الله يسمح لنا من الوالدين والله يرحمها في هذا النهار، حيت فري انك تدوز رمضان وما تلقاش الوالده ديالك راه واحد الاحساس اللي فري صعيب، ولكن هذه هي سنه الحياه وتنحاول نتعوض وتنحاول نتناسى واخا هذاك الشيء راه صعيب، ولكن الحمد لله الله يرحمها في هذا النهار. امين. سيمو واش فايت ليك ذبحتي شي عجل بوحدك؟ لا فايت لي ماشي شي حاجه. انا راه تندبحها بصبع رجلي. الله والله واش ولا شتي هذا تيشوف الدم تيهرب. صاحبي يقول عبد الله مشتا راجي ونهار لي الدخله ديالك واش انا هربت؟ لا بس الدم ديالك وهاني. ايوا لقيتي الدخله وبيه من الداخل. شحال في عمركم بجوج؟ يعني في عمرنا انا 26 هضر بالعربيه. انا 26 واش تحب تهضر مع اوميغل؟ 26 ايوا صافي قولوك ماشي راه عندنا كبير انا باقي تنبان صغير شباب شباب الشباب شباب 34 34 مالا بخير مالا ما بينا فيك اخي ايوا قولها راسك 34 وتنبان صغير ما انت ها هو 26 تتبان بحال الجد. واش فايت ليك مشيتي للبار وشربتي؟ عادي انا نقولها لكم فايت. الله يمسخك. عندنا جوج بيران هنا كل مره في واحد، السبت في واحد الحد في واحد. بصح ما عارفين حنا عندنا البيع عندنا عمولين الزريع. المهم هي بروج ولا مشيت للبار ولكن بروج ولا ما شربت ما دار حتى شي حاجه الا الحرام ما تيديروش. لا لا ما شربتش ما شربتش وكان تشرب كنقول شرب. واش فايت ليك شربتي دم البشر ولا اللحم؟ واش حنا فومبير هنا؟ انا وليت جن. هذا راه وقع بغا يدخل يسول بالنسنس فهمتي، وتغلطنا اللي حنا جا سولنا بالنسنس وباقي ما دايرهاش بقى لنا حنا. واش فايت ليك شي نهار ما مشيتيش للميتين قبل النهار حل وانا كنشوف؟ فراسو هذا خويا شحال في الخبار فراس ولا بغوش ولا فين غنمشي اخويا وسيدي قاسم؟ بالنسبه لي ما تعرفوش الميتين كذا واحد كونفازي فهمتي كونفازي تنقصرو فيه. جا
في سونتر فيل عندنا ناضي تيجيو الدراري نقيين تنقصوا شويه ولا التراويح تجمعوا في عاد الدراري نقيين برا ممكن الصداع على والو وتيجيو الدريات باش تبين لهم الناس راه واش خليوني نمشي لي ولا سي مو صعب تيجيو الدريات برا شوف واش فايت لك شريتي شي حاجه من الانترنيت وتقاولبتي فيها انا لا ماشي تقاولبت هذيك شريت واحد اللعيبه مع هذا واحد خونا وبقى خاي سي مو مساهيني العشيه كامله وتهضر معايا صافي غدا نصيفطها لك والعالم ولا غد لي صباح الخير خي ايوب انا غادي الساتيه نصيفطها لك وكذا وصل ما عرفت مو عنده واحد البلاكه ديال الساتيه زعما راه وصل ليها في الاخر تنصور باش يصيفط لي الروسي هو يبلوك عليا المهم تبيضقتي وصافي والباقي يعني يا اخي انا دايزه عواشه باينه فيك شافك الطيطم موجود اخي شافك الطيطم كنتي راجل قال ما يبيضقك واش فايت لك ضربتي شي استاذ هذا يقدر انا علاش حتى ضربت شوف هذا تيقول هذا انا حيت تنتريني هذه شحال الاخوان في كونتاك كوش ادروات العالم اخي وقت تنتكي بنادم يا بصح ولكن كنت كنحتارم الاسد علاش حيت بحال بو جاي قاريني نضربو انا لا انا برجوله ما عمرني ضربت شي استاذ المهم تناقشنا خرج بحال هذوك هذيك الهضره ولكن دابس انا وياه من الاخر الاخوه اللي كيضرب الاساتذه ديالو راه بحال تضربو حيت داك السيد جاي قاريك تماك اجيكم ليش نحتارموا الاساتذه ديالكم باش تعودوا انكم تحترموا اجيال عايسخف واش فايت ليك شفرتي شي حاجه بالاخبار مولينتا شفرت شفار برو نهار تنخلي الصرف ما تلقاش نجيكم من الاخر باش شفرتي شي حاجه عندي الكاميرا الهيت نشوف بنادم كيفاش يبقى يدير بحال هكا السيو هذيك واش عندك اش عندي عندي بولات ملاك اخي انت عندك 400 نحط 160 شفرتي تلفحنا معاك انت وجهك كيزلط برجوله سرقت ما كذبش على الله شفرت مولي الدار بعت البوطه كنت دعوه محنس بعتها كانت الوالده الله يرحمها باقا بالحياه وبعتها وصافي عاف الصغر الصغر بوطه شافر بوطه شافر اوه يا صاحبي ولكن هادشي تقول لكم راه وقت المراهقه وقت الصغر ماشي دابا واش فايت ليك سخفتي امين ضربني عجل من ضربني عجل رجعنا الاخوان لاصال اخر مره تقيا وسخف كبيده ماشي الحاجه الواحده ما سخفت ما درتش الحاجه الوحيده اللي فري سخفت فيها ما بقيت يعني جات الموت من الاخر يا نهار ضربني العجل وفي لاصال تقيت انا لاصال تقيت عادي راه وقت عاد تسخف ما تجاش كي سي سي قال تنخفوا عليك ما عاد سكوت ولا ما عاد سكوش واش فايت ليك كبتي مع شي واحد بسبب شي دريه لا ما منين الدبس على قول عاد بالله اش طالع لا لا تي قايل الدبس على القاصرات في الليسيه بس الله يعطينا وجهك ما عمرني انا مشيت شي ليسي هذا ديما مصمر 44 في الحيط تخرج القاصره ديال ينوق على شي وبلا حيتوك 34 عام تتقاتل مع واحد عنده 16 عام الحاجه الوحيده اللي ما عمرني درتها هي كنت ما تمشيش ليسيه صافي خرجت من الكاتريام ما بقيتش تنقرا صافي انا الاخوان بصح فايت مطايف مع هذا كان تيبيع الزريعه كاع انا فايت مطايف مع بزاف على الدريه ديالي حيت شوف انا بالنسبه لي الشرف هذاك الدم تيجري شي واحد عايش وفات يلقى عيني تعماو الاطباء ديال العينين اخي فواحد الوقت داروا معايا لاباس اخي وانا ديما تنشوف صاحبتك شتك ما تدير والو انت يعني تبع انت فاهم بحال خاتها فهمتي راك بحال خاتها كبير هي نبات معاها اليوم واش فايت لك غلطتي في حياتك هذا الغلط الوحيد ديما تنغلطوا وتنقولوا لا اي واحد تيغلط شكون اللي ما تيغلطش انا تنعس تنقول غدا غنصبح فهمتي غنصبح نبدل حياتي غدا تلقى راسك غلط صبيحه غلط الصباح وتنصبح اصاحبي خصني ندوش ايه مالاش كنت صافي ما تهضرش اساسا نسيت انا واش فايت ليك طمعتي في خط ديما 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 شكون من الكومنتير هذا واحد تبارك الله واحد المبربر عنده الزهر ما كاتبش سميت وعنده الزهر سولني هذا السؤال باش نوضح لكم واحد الحاجه ولا مول هذا الكومنتير هذا يقصدني في البريفي انا عنده القصد انا في بنادم اش تقصد واحد اختي كاش تقصد مو شو على كنتي صغار منك تيم تريني ولا شي حاجه غير الله يسهل اشتي عم شي راجل المهم باش نوضح لكم هذه الحاجه بروجود ايوب راه ما عندوش اختو حنا تنديروا فيديوهات غير نطاق ديال الضحك وصافي ايوب ما عندوش اختو وانا ما عنديش اختي هانتم من فاهم واش فايت لك تسلختي عصا يعني كليت العصا حضنا شديته ومرمته قول الله ومأكد من نفسك
دابا نسول دي ايوب شنو الحلم ديالك؟ يقولك بغيت نخرج. لا 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 بحال خويا الصغير. اي بحال اختك انا هي برجوله ما وقعت لي في الصغر وصافي، اما من كبرت شديت التقار يعني ملي درت التقار بنادم تيبعد. واش فايت لك بكيتي على شي حد؟ سؤال بعقل وين؟ راه برجوله سؤال بعقله والجواب بعقله. انا اللي نجاوب بلاصتك اسمح لي يا اخي. هرننت هرنين هوك هوك البكا هوك حد نار قالت له صاحبته غنتفارقوا وكذا نقول سيمون على الشيطان راك صاحبي ماشي كاينه غير هي تيقول لا والو شي حاجه فيها انا تتعجبني والبكا البكا البكا هوك الشيق تبقيت انا طيحت من النيفو مشيت عندها نقول الله يسالك ديري بوجهي ديري بوجهي عندك عزيز الله يسالك سمحي لي وقولي راك تنضحك معايا دارت لي خاطر واحد الايامات صافي عاوتاني ولات سمحت فيه تازم واحد الربع ايام وسيمانه شوي بديت نخرج وكدا هذه الحوادق على العالم عاد ولا شويه مزيان السيناريو عاد ذكرى الله برجل هذا شي سينما وقد وعطينا وجه لا ولكن تنقولوا بصراحه دابا بين ممكن لمو المونتاج اللي هو باكي ولا باكي على امي اللي باكي عليها ما الله يرحمها مسكينه صافي تنبكي على ما عمرني بكيت على شي بنت بكيتي على الدريه ديالي ومتاكد من نفسك نتفارشه صافي ولا لا بلاتي شو خليها مول مون نتفارشه قلتي بكيت انا صافي خليها حطها لا قلتي بكيت هنا دابا ساندوز السؤال الاخر انا بكيت على امي الله يرحمها هي اللي بكيت عليها واش فايت لك درتي شي زبله ولا سقتي في شي واحد اخر يا قديمه يا انا تلصق فيه هو ديال السقفيه لا شوف هذه الحاجه الوحيده اللي كتب فيها هو تلصق فيا ما تلصقش فيا صاحي كذب عليك فين ما عمرني لصقت فيك شي حاجه خويا ما تتمركش وانت اللي ما تتمركش الدري ديالو حصلت عنده ثلاثه قال لها التي هضروا مع ايوب راه تيجي اللهم قوي شنو هادشي اللي كيقول عليك الله في راجل ما كاينش اللي فتاكي عليه السهل من غيري انا في ما توقع لي شي كارثه تدوز لي انا الباكيت سيمو هو اللي دايرها سيمو هو اللي ها سؤال هذا انا نيت باغي نعرف واش نفركتو الحفله حنايا خامس صافي باش صافي كل واحد يشط طريقو سير واش فايت لك كذبتي على ايوب شي كذبه ما عمرك صارحتيه وشي ديديكاس ديديكاس لخويا ولا خويا دابا كيستا ولا كوستا بوبتيتا بوبوبتيتا بوبوتيت ما نعرف اصاحبي دير السبعه اما كتشوف فيا انا اش نكذب عليك عندي البلادات انا اش حد دير بالرجوله كذبتي عليا فاش كذبت عليك ما نعرف الحاجه الوحيده اللي كذبت عليك بالرجوله رزقني تنسالك شي العاقه بحال كتبتي عليا فيها واش كتب رزقك دخل لعندي السي مواس راه كبت انا والحاجه الوحيده اللي كذبت عليك بيدقتك كتهضر مع اختك ورا ظهرك هادشي اللي كذب شي نكذب عليك وجهك كي الصنداله هو ديما شايفك مارته وشايف كلشي دواسه عدو هو دواسه عدي شي نكذب واش فايت لك تظلمتي ديما دري واش شي انا والسيمو اكثر جوج وحدين تظلمنا في هذه الحياه هذه دابا فهمتي دابا جرحتوا لنا المشاعر قصتوا لي فهمتي الحراره قصتوا لي المراره قصتوا لي الحراره اكثر جوج وحدين مظلومين وبريئين في بعد في هذا اليوتيوب هذا هما ايوب والسيم واحد جوج دراري تزادوا في محيط وبيئه ضعيفه جدا وبغاو ينقلوا الحياه ديالهم ولكن الظروف ديال الحياه لا تسمح بذلك ودائما تلقاو الظلم من عند الناس ولا نزار تقبان تلقاو فيهم اصحابي والمونتاج شي موسيقى حزينه تطيح الدريات بالرجول المهم شوف الظلم راه كلشي كاين كلشي تيتظلم وصافي المهم انا راه شورى الحراره دابا راه البكيه واش فايت لك حلمتي بان عندك الفلوس وشاد في يديك ونفقتي ما لقيتيهم شادي راه الحلمه ديال المغرب كامل هذه 40 مليون ناس هذا تحلم ديك الحلمه تبقى غادي تتجمع وتتلقاكم شادي الفلوس وتتفيق بعدا تلقى والو الله خاطر تلقى امك حاطه لك تقول لك تسخن جيب جافي واش فايت لك بنتي في الزنقه واي اللي راه رجال حنا بس بس خليني نقابل واي اللي راه رجال حنا وفتنا بيتي في الزنقه وفي المناجم وفي الجبال وفين حنا عندنا شي غابات كنت خدام فيهم سكت فين جاو شنو المناجم فين جاو كيفاش واي اللي فين كاينين المناجم دابا شو سيما العالم واي واش دير والله اخويا القلب بركانه صاحبي ايوا بصح راح نشتي بركان اصاحبي دابا ياك ما وقيلا بركان جاتك مع هذيك البركان قلتي راه كاين بركان انا مشيت لبركان كدا قلنا وحي المناجم الله قولي على بركان باش معروفه كيفاش باش معروفه يعني مدينه بركان باش معروفه باللوز باش نطنق وهذا وهذا مع معروفه العتبه ديال الدار انا بات في الصناقي ما نقولش لي بات الله تبت في الزنقه بصح بتي في الزنقه بتي في السطح
في رمضان ديما بايدين في الزنقه تنصليو تنصليو الفجر تبقاو برا حتى الصباح عادي. لا لا انا بت مشيت خدمت في قنايطره وما لقيت فين نعطيها وبت في الزنقه. واش فايت لك انت كتحلم براسك في الطواليت وقضيت الغرض في الفراش ديما؟ شكون اللي مادي انا ذات لي امي ميكا حتى ل 20 عام تعاشرت معنا ود 16 عام شحال عندك تق ديما خارج بتسروي واحد النهار حصلت الميكا خارجه شويه من هنا ديك راه وقال لي ما شفتش مزيان لقيت تسرويله والله شتي ميكا تيامات الميكا حتى كان العز من ولا ليكوش دعوه حزاق. واش فايت لك وصلتي للمرحله ديال الزواج وتراجعتي؟ انا الاخوان فايت طلق بقاش ضحك السوا صاحبي اذا بقى نعاود لهم على حياتي بقاش ضحك دابا هذا السؤال ليا وليك ليا وليك انا نجاوب على راسي سيري وهم الاخوان انا فايت لي تزوجت وطلقت من موراها تخطبت وفسخت يعني مابقاش عازب من موراها تصاحبت وتفارقت المهم درت جميع كل شيء ودابا مرتاح مع السيمو دريويش درويش درويش تقول لا لا فايت لي دست مرحله خطبت وما كتبش صاحبي بس برو خطب والله تخطب كنت مراهن عليه ما يكملش ولا كذا فاهم. واش فايت لك ضربتي شي بنت حقار هذا والله ما سخط واحد النهار جمعها مع صاحبته بواحد المرا بقات فيا ولكن احسن حاجه فزت بها داك النهار هي بقات فيا ضربت لها عيني قف بحال عاد عرفت على السيمو مسكين توفى على تيدعس على كرشه حسيت بالحنان خارج ما بغيتش نبين قلت بحال شوف ما ديوش على هذا وجه الصندالة يا بروجون انا ما عمرني ضربت شي بنت في حياتي حيت ما واخا توقع بيناتنا مشاكل ولكن ماشي نضربها ماني انا والدها ما عمرني قعدت شي وحده بروجون. واش فايت لك وقفتي على شي دريه وطلع فاتة يعني لوبيا انت غلط فيها تبارك الله ولات عندهم حمصه غلط فيه الله يسمح لينا منك وسام هي ديما خيانة الله بروجونا مع عمر احنا تبارك الله ما عدناش الدراري عدنا رجالة وعيالات عيالات ما الله خطر. واش فايت لك فكرتي تزوج؟ انا لا لا انا حاسب فهمتي على حاسب لا انا بعد بصح. المرة بروج ولا تنتغطى بجوج مانطا تجيني البرتات قد فكر بعد المرة فهمتي تتصاد تبقى تقول والله ما كوب بعد تقلب هكا ما خاصنيش فهمتي اللي قنطني وهي غادا هكاك الحياة تستمر بعد المرة تنعكزا على الموال تبقى نبكي حدا تقول وياك مزوجين بعد المرة كتكون الحياة تسعد كتخرج ما كتفكر في شي واحد هذه لا انا بالرجل انا فكرت في الزواج وحنا كنتسناو لوبسيون ديال الكونترا والله الا حيت صافي انسان ما يوصل واحد الله شتي كبر صافي خصو يتزوج وان شاء الله هذاك الشيء مكاتب زواج مكاتب. واش فايت لك تلاقيتي شي بنت ولقيتيها احسن من تصاور كاين هذه تلقى الكنز وما تلقاش هاد لوبسيون هذه باش نجيكم من الاخر البنت في التصاور ماشي هي البنت في الواقع البنات بروج ولا باركة من الدمر تظلمون رت تجرحون المشاعر ديال ما أنت تبارك الله طوم كروز ما فينا ما تحنا نقوم نديرو الفيلتر رت نقوم نديرو حد الفيلتر وكذي اللحية أرتكي تنو اللي تتحس بي عنده النقص في اللحية سير سحب يدير شي وزة زرع شي هو عنده النقص في الطول وإيه أما منينا ما عم ميت 24 تقول شحال فيك طول تقول 175 لا كذبتي والله ما عم نكذب دين تنقول الطول ديالي أخلقني الله مقبل راسي براسي هذا ما مقبلش راسو براسو دريات شي اللي عطى الله ما عندنا ما ندير وإلا قلنا لك نعطيوك أخي السيمو فيزا لأوروبا ولكن بشرط نلتقي صاحبك خطأ عندي وديو عندي وصاحبي السيد بحال هذا بدي أدرو مع العبد عليك تا شكون صاحبي شوف بروجول عخطأ حبزه يهضروا على الكرد هو وانت انا وياك غادي يهضروا على الكرد كاين ايوب سيمو شوف بجوجنا او ما تيهضروا معنا بجوج يسولونا بجوج قالوا سيمو يعني سمو صاحبك شوف بروجولة عدي والله تبارك الله تبربر هاد الايامات عدي وانا عطوني الورقات الله يسهل عليك شوف خدمة نقية واش فايت لك تحتي في الزنقة بلا كذوب يا عادات انا تحت في قادوس الاخوان بدنا بواحد السيد انا كنت جاي من المدرسة كنا باقي نبراش واحد شوي درت بحال هكا قلت له واه عمي فلان هو عنده واحد السميه تيحملش بنادم يعيط له هو كان شويه بحال هو بعقله ولكن يتبرش معنا يعني الا عايرتيه يوصل معك الاخر يقتلك يلا درت بحال قلت له واه عمي فلان هذيك الكلمه ما تتعجبوش باغي نهرب درت لقيت راسي في القادوس ان شاء الله انت شو ولكن عاد حيد يوتيوب والله تبقى باقا مطراسيا بالله من تامنا باقا ضربه بحال هكا حيت راه فري كان عايت يهرس ليا العظم حيت جيت مع الحديده ديال القائد ديريك بحال ودنوب شافني بحال ما لقى ما يدير صافي مشى قال دنوب ايوا صافي وصل عليك سخونه حتى انت هي جالس فمك تياكل اخويا كنت انا كنت باسل اش كنتي باسل خويا سيمو ايوب واش باقي كتقعس في
انا مش حال هذه نمشي. شوف واحد عارف نار مدين بغيناش نمشيو نقعد شوارد. هو هو مازال تقعس. انا راه حبست ورجعت واحد شويه وحبست دابا عاوتاني. واش فايت ليك درتي شي كونت كاذب وبيضقتي صاحبك؟ المهم هذا السؤال هذا اخي سيمون ختموا به وبغيت نعترف لك بواحد الحاجه واسمح لي بزاف. هذيك فاتي بلونش اللي كتهضر معايا ديما فهمتي وتصيفط ليها في التعاب وكذا انت هي انت دابا تمشي معايا للدار يعني عاد خلص هذاك الشيء في الدار حيد يدك راه شي كتقطع ما فكرت ليا.